تحياتي لكم ولجميع أهلا مشاهدي وسهلا. قناة اليوم. طبعا نحن بالبداية نبارك هذه الوثيقة وهذا التوافق على كافة أبناء الشعب السوري، ونأمل أن تكون بادرة جيدة لأجل إنهاء معاناة السوريين، وخطوة باتجاه إيجاد حل سياسي تنهي معاناة كامل الشعب السوري. طبعا أهمية هذه الوثيقة حقيقة لها أهمية كبيرة في ظل ما تعيشه البلاد بعد 12 عام من الأزمة السورية، وحتى هذه اللحظة لا توجد أي بوادر لحل سياسي قريب على المدى المنظور. يعني من جهة أخرى طبعا نرى بأن هناك حجم لدمار هائل في سوريا، هناك وضع اقتصادي صعب يعيشه الشعب السوري، يعني في الكثير من المناطق هناك فقدان لأبسط مقومات الحياة الأساسية. نعم يعني طالت أزمة، طالت معاناة الشعب السوري في ظل عدم وجود حلول سياسية، ومن جهة أخرى نجد بأن سياسة العنف لا تزال موجودة حتى هذه الأيام. يعني كل يوم هناك تزداد وتيرة العنف في سوريا، فنحن أحوج ما نكون إليه كشعب سوري أن تكون هناك مبادرات لأجل الدفع بالعملية السياسية. يعني نعم اليوم العملية السياسية نرى بأنها العملية الحقيقية الفعلية حقيقة في سوريا لم تبدأ بعد، وليس لها أي نتائج مثمرة على الشعب السوري. لذلك نرى نحن يعني بأن هناك ضرورة بأن تقوم القوى الوطنية الديمقراطية وأن تلعب دورها. لذلك هناك أهمية لهذا التوافق. يعني نحن بمجلس سوريا الديمقراطية من أحد الأمور الاستراتيجية المهمة التي نعمل عليها هو الحوار السوري مع كل الأطراف الموجودة طبعا، نعم ونسعى دائما أن تأخذ القوى الوطنية الديمقراطية دورها. يعني في سوريا حقيقة وضع المعارضة وضع سيء للأسف. يعني نقول بأن القوى الوطنية الديمقراطية تمتلك يعني ولديها القدرة على أن تبادر بطرح مشروع للحل، ولكن حالة الضعف، حالة الـ يعني التشرذم والتشتت التي تعيشها قوى المعارضة الوطنية حقيقة هي نعم أيضا من أحد الأسباب أدت إلى تأخر الحل. لذلك هناك أهمية لهذه الوثيقة للدفع بالعملية السياسية وإنهاء معاناة الشعب السوري وإنهاء العنف، يعني إنهاء العنف الذي يتعرض له الشعب السوري بشكل يومي. طيب سيدة جندة، البنود التي توصلتم إليها مع هيئة التنسيق هل تشكل حالة يمكن البناء عليها في مسارات الحل السوري بالعموم؟ يعني حقيقة المسارات الموجودة ومنذ سنوات لم تؤدي إلى نتائج إيجابية أو نتائج حقيقية لحل الأزمة السورية طبعا، والبعض من هذه المسارات حقيقة كان له نتائج سلبية على الشعب السوري. يعني لذلك نحن منذ اليوم الأول قلنا كمجلس سوريا الديمقراطية أن المسار الحقيقي الذي سوف يفضي إلى حل الأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري هو المسار الذي يضم كافة مكونات الشعب السوري، كافة القوى نعم السورية، دون أن يكون هناك أي أحد مقصي من هذه المسارات. لذلك طبعا هذا التوافق أكيد هو يشكل نقطة أساسية ونقطة انطلاق يمكن البناء عليها لأجل الحوارات المقبلة. هل يمكن تعميم هذه التجربة على بقية الأطراف السورية المعارضة في الداخل والخارج؟ يعني نحن في مجلس سوريا الديمقراطية حقيقة لدينا تجربة واسعة في هذا المجال، ومنذ سنوات نحن نعمل على هذا المسار. يعني لدينا مسار بأن تكون هناك يعني القوى الديمقراطية تعمل مع بعضها البعض وأن تأخذ دورها. طبعا نعمل على تجميع هذه المعارضة، لدينا مسار ستوكهولم الذي نعمل عليه، وطبعا في شهر أيلول على الأغلب وسيكون هناك مؤتمر للقوى والشخصيات الديمقراطية. فطبعا يعني نحن حواراتنا مستمرة مع كافة القوى المؤثرة، القوى التي حقيقة التي تناضل نعم وتعمل لأجل انتقال بالبلاد إلى دولة ديمقراطية. فنأمل أن تكون هذه الوثيقة بادرة خير ومشجعة لباقي الأطراف الأخرى أيضا لأجل استكمال هذا المسار. يعني اليوم يتطلب
من القوى الديمقراطية أن تقوم بدورها المفروض، بدورها التاريخي، بمسؤوليتها الوطنية، بمهمة إنقاذ البلاد حقيقة من الكارثة التي تمر بها. لذلك يعني نحن نأمل أن تكون هذه الوثيقة مشجعة أيضا لباقي الأطراف الموجودة لأن تتوحد في لما فيه خير ومصلحة الشعب السوري. أشكرك جزيل الشكر السيدة جاندا محمد، عضوة المجلس الرئاسي لمسد، على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا.